بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم عودة الروح مع فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق. أهلا وسهلا بفضيلتك يا دكتور. هنتكلم النهاردة يا دكتور عن الدعاء. الحمد لله الذي شرع لنا الدعاء وفتح لنا به باب الرجاء، نحمده تعالى على كل فضل ونشكره سبحانه على كل نعمة. هنتكلم النهاردة أصل كلمة الدعاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدعاء هو السؤال والطلب من الله سبحانه وتعالى من عباده، يسألونه ويدعونه، وقد أمر به رب العزة، ولم يأمر فقط بل أمر بالدعاء ووعد الذي يدعو بالإجابة. الله. فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كلمة استجب لكم وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. فمن هنا وجب علينا أن ندعو الله في السراء والضراء وفي كل وقت وفي كل حين. والدعاء نفسه عبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. بل في حديث يقول: الدعاء مخ العبادة، أهم ما في الدعاء. سأل بعض الناس رسول الله صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وقالوا له: يا رسول الله، هل ربك بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبين أنه قريب من عباده، يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم، لكن عليهم أن يستجيبوا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لأن الله إنما يتقبل من عباده المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين الذي يتقي ربه. ولذلك هناك بعض مواطن الدعاء أرجل القبول فيها كالسجود. كالسجود تمام. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثره من الدعاء. وكذلك في بعض أوقات كوقت شهر رمضان وكيوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافق عبد يدعو الله إلا استجاب الله له. لا سبحانه وتعالى. أنواع الدعاء يا فضيلة الدكتور. نعم، الدعاء أنواع كثيرة. تمام. لأن الإنسان حسب طلبه وحاجته. فإنسان يرى نفسه في حاجة إلى أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبه المعاصي والزلل، فيدعو الله بالهداية. وإنسان فقير يدعو الله بالرزق، وإنسان مريض يدعو الله بالشفاء، وهكذا تتنوع الأنواع. وفي كل نوع من هذه الأنواع الدعاء نافع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يغني حذر من قدر، وإن الدعاء لا ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. سبحانه الله. أي أنه يفيد صاحبه فيما يخشى منه أن يقع. قد يقول إنسان: دعوت فلم يتحقق لي الإجابة في نجاح ولده، في ذهاب مرضه، في صفقة، في أي شيء. لكن ربنا يجيب الدعاء بمراتب. المرتبة الأولى قد يحقق ما تطلبه سريعا في الدنيا، أن ينجح الولد، أن يبرأ من المرض. قد لا يتحقق، ولكن يفيده في دفع مضرة يدفع عنه سوءا. قد لا يكون هذا ولا ذات، يدخره له في الآخرة. سبحان الله. فضيلة الدكتور، هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء بالنسبة للقدر
هو من القدر. الله. لأن رب العزة سبحانه وتعالى, وفق العبد أن يدعو, بل أمره أن يدعو, إذن ووعده بالإجابة, إذن فهو داخل ضمن القدر, فهو كل شيء بقدر الله, وكل شيء نافع بإذن الله, فهو نافع فيما نزل وفيما لم ينزل, ولذلك أمر الله به ووعد بالإجابة عليه. سبحانه الله. أسباب منع إجابة الدعاء, أسباب منع إجابة الدعاء, أول سبب أن يكون صاحب الدعوة لا يأكل من حلال. سيدنا سعد بن أبي وقاص سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله, أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الله. ما معنى أطب مطعمك؟ يعني اجعله حلالا لا حرمة فيه ولا شبهة فيه. فأن يأكل الإنسان من حلال وأن يبتعد عن الحرام, هذا من أهم أسباب إجابة الدعاء. ثانيا, تقوى الله والبعد عن المعصية. ثالثا, أدع الله وأنت موقن بالإجابة. رابعا, مواطن لإجابة الدعاء كأن تدعو الله وأنت ساجد, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تمام. هل قراءة القرآن أفضل أم الذكر والدعاء والطلب؟ القرآن كلام الله, والذكر أيضا ذكر لله, والصلاة عبادة لله, كل هذه تسمى ذكرا لله. بمعنى أن الإنسان الذي يدعو ربه ويطلب منه شيئا, لو لم يدعو ولم يسأل واكتفى بأن يذكر الله الذكر, سواء كان يقرأ القرآن أو يصلي أو يقول لا إله إلا الله أو يستغفر الله, يقول رب العزة في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. من شغله ذكري عن مسألتي, يعني عن السؤال الله, أعطيته أفضل ما أعطي السائلين, يعني كل ما يريد أن يحققه حققه الله. حقق الله. سبحانه الله. وفي نهاية الحلقة نحب نشكر فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم, عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأزبك. شكرا للدكتور على الحلقة الجميلة دي, وهننهي مع فضيلة الدكتور بدعاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم. اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم, إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم إنا عبيدك, أبناء عبيدك, أبناء إمائك, نواصينا بيدك, ماض فينا حكمك, عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم سميت به نفسك وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب, وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تكشف عنا من الوباء والبلاء والمحن ما ظهر منها وما بطن, وأن تقبلنا يا أرحم الراحمين, وأن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا, سخاء رخاء, وسائر بلاد المسلمين, وفك كرب المكروبين, وفرج الهم عن المهمومين, واغفر لأمة محمد أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh.